عندنا ايضا اللي بوريكم حاجه الدروع، في دروع تساعدني فيها ابو خالد يا ابو عدنان. هذه بعض الدروع اللي جتنا زين، بس انا زعلان منك ما جيت يا ابو عدنان. انا ما جيت صراحه، المفروض انك جاي. طب على كيفك. اي فك لي واحد. ما شاء الله شكله انواع هذا، وانا بفك اثنين دوري. يلا. هذا عندما زرنا يا ابو صالح ولا يهون الربع، لا انتم يوم زرنا حقين جزاهم الله خير محافظه المذنب، ما شاء الله جزاهم الله خير، قدموا لنا دروع. طبعا كان عدنان، وعدنان كان مؤكد جيده، وضفنا اسمه وقدموا لك درع تستاهل. والله ايه، حتى جبران كان بيجي معنا ذاك اليوم، جبران حبيبنا القحطاني كان بيجي واعتذر والله وسوى له درع. يا جبران شوف درعك يا ابو مداوي، يا ابو مداوي هذا الدرع حقك. تبارك الله خيرين نزلت تحت لهند كلها. خذ شعثه، خذ الشعثه. انا راعي الشعثه. ايوه الشعثه يا اخوي على السياره. خلاص بدا راعي شعثه. والله تستاهل كل هذاك اللي لي حطه جنبي على الكرسي ذاك يا حبيب قلبي. والله يساك الخير. الله يسعدك بالشعثه. اي والله. وهذا برضو الدرع ايش العان هذا؟ حطه هنا يا ابو عدنان لا انت سام، جيب لي اياه هنا عند الكرسي الحلو هذا. خله. وش هو ذا؟ الدرع حقي انا. حقك انت ولا اجيبه؟ عندي. لا حقي. والله شوف الاسم الفخم ما شاء الله ما شاء الله تحت سعود العصيمي. ما شاء الله تستاهل يا ابو عدنان تستاهل. انبطه خليهم يشوفونا بالشاشه. تستاهل والله. انا عدوا اسمك والله. اي والله شكرا. الله يطول بعمرك. حطه جنبه خله. حطه على الطاوله ذيك. اشكر الاخ عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد، هذا احد رجال الاعمال جزاه الله خير. عبد الله اشكره كل الشكر موصول له. اي قدم هنا وعندك كاميرا. قدم له الشكر. هو يشوفك الحين ترى، يشوفك الحين. اشكرك يا شيخ عبد الله، الله يجزاك خير ويرحم والديك. بس لا تروح بعيد، لا تروح، لا تروح بعيد. وافي الله يكثر خيرك. يشوفونك هنا، يشوفونك هنا. ياخذ القروي ذا اول مره طلع تلفزيون. انت تروح للكاميرا. انا قلت خليك عندك كم، ما قلت روح لها تسلم عليها. هنا احس ما تكلم مسترانا كذا. هنا يا اخي اذا جاي من الخارج مسترانا. ايوه ايوه الحين قلت تكلم واسال. اشكر الشيخ عبد الله. شكرا يا عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد. عبد الرحمن الرشيد على هذا الاهداء. الله يكثر خيرك ويبيض وجهك ولا هي بغريبه عليك انت واهل المذنب. الله يطول في اعماركم ويكثر خيركم. نعم نعم ويكتب اجركم. شكرا لكم. اي والله جزاهم الله خير اهل المذنب. حطه هنا. طيب اشكر الطيبين الله يعافيهم. المذنب ذا ما شاء الله. اي والله انا اسوي زياره والله يمدحونهم ما شاء الله وعلومهم طيبه صراحه. ما هو بحفل اللي سووه لنا، كانه اعظم من حفل الزواج. حتى فرقه والعرض وجايبين صراحه يستاهلون والله. تستاهل الطيب. الله يجزاك خير يبارك فيك. يستاهلون. وقال لي برسل درع لابو صالح وابو سليمان جميع من في المجلس. انا عذرهم العيدين ما جيت. وسالوا عنك يا ابو صالح وانا ابو سليمان. الله يسعدهم يوفقنا وياهم. لا منا كرموا اخوياي خلاص. الله يجزاك خير. الله يسعدك يا ابو صالح يوفقك والجميع.